أكدت وسائل إعلام وكتاب أمريكيون على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط بقيادة الرئيس السيسي في ظل الظروف الراهنة، مشيرين إلى أن التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أعاد الأضواء إلى دور مصر كمحرك إقليمي رئيسي بالمنطقة. أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية تصريحات الرئيس السيسي التي أعلن فيها رفض مصر لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية. كما أشارت بلومبرج إلى أن موقف مصر حاسم في مصير اللاجئين وتدفق المساعدات لسكان قطاع غزة المحاصر والبالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة.